منتخب عظيم، لعيبة رجالة، والفرحة حلوة، ومحدش أبدا فرحان قدي الليلة. جول 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 جميل، وهدف مصري رائع رائع رائع. نصيحتي للناس، خليكم ورا المنتخب، شجعوا المنتخب، خلوا في جمهور تاني للمنتخب زي زمان. بص شوف المنتخب المصري، ادي امامنا رجاله مصر، ادي همه الرجاله اللي بتاعتي دايما. شوف حضراتكم، شوف الاسم، شوف الاسم يرهب اي الحارس. ولا اي كلام، ولا اي كلام في اغاني الف حبيبتي وكفاه. ده انا مصر حبيبتي، ده انا مصر حبيبتي في كفه، وكل الدنيا في كفه. عملوها النهارده. فرحانين بمنتخبنا النهارده، نقول عندنا جيل عظيم ومدرب فاهم، كل اللعيبه بتلعب بالقلب والروح، وده اللي طلبناه وعملوه الرجاله بالملي، كالوا النجيله حرفيا. اصل الحكايه سهله، طريقه لعب وتشكيل ومهارات ورجوله وروح، دي الوصفه السحريه بتاعتنا على مر التاريخ. كيروش مدرب محترم، وصلاح قائد، وفريق بالكامل حاجه تفرح. ربنا يديم الفرحه علينا، وبنفس الروح نشيل الكاس ان شاء الله.